كتاب أندرسون قصة الأمير الشرير. يحكى أن هناك أمير شرير لا يفكر إلا في التنكيل بكل بلدان العالم وإشاعة الذعر والفزع في نفوس الناس، حتى أصبح مجرد اسمه يخيفهم إلى حد الموت، لأنه يعمل فيهم سيفه ويدفعه جنده إلى اقتحام حقولهم وحرقها فلا تبقى فيها حبة قمح، ويشعلون النار في بيوتهم ليرتفع اللهب الأحمر وتتحول الأشجار الخضراء إلى هياكل سوداء فاحمة هي وثمارها وفاكهتها. وكانت أمهات كثيرة يختفيين مع أطفالهن الردة من وراء الحوائط التي يغطيها الدخان الأسود، والجنود يحاولون اصطيادهن، وإذا حدث وعثروا عليهن يعملن فيهن سيوفهم البطارة، وما كان يمكن للأرواح الشريرة أن تفعل غير هذا، وما كان الأمير يرى شيئا سوى ذلك، ويعتقد أنه الأمر الطبيعي العادي. ويوما بعد يوم زادت قوته وتفاقمت وأرعد الجميع لدى سماع اسمه، وحلفوا الحظ في كل ما يأتيه وما يقوم به، فسلب الناس كل ما يملكون من ذهب وكنوز، وفي مقر إقامته تكدست الأموال والثروات وكأنما ليس من مكان آخر يمكن أن توجد فيه. وراح الأمير يقيم القلاع الشامخة وأقواس النصر العالية، وكان كل من يقع بصره عليها يهتف يا له من أمير عظيم. هم لم يكونوا على دراية بالبؤس الذي يصنعه بالناس في البلدان التي يغزوها ويقتحمها، وهم لا تصل إلى أذانهم آهات المعذبين وتأوهاتهم التي تتصاعد عاليا حيث يعيشون في مدنهم المدمرة. وكان الأمير ينظر إلى ذهبه الأصفر الوهاج وإلى مبانيه العالية الشامخة وتترامى إلى أسماعه يا له من أمير عظيم خطير، يا له من أمير خطير. الغريب أنه كان ما يزال يطلب المزيد والمزيد. يجب ألا تكون هناك قوة شبيهة أو تتكافأ مع قوتي وعظمتي، ولابد أن أتجاوز الجميع قدرة ومجدا. وهكذا مضى يقود جحافل قواته إلى البلدان المجاورة ليوقع بها الهزيمة ويستولي عليها وعلى كل ما تملكه. وكان ينكل بالملوك المهزومين فيربطهم في سلاسل من ذهب بعربته التي تنطلق خيولها بهم فتسلخهم في شوارع المدن. وكان عندما يجلس إلى المائدة يضع واحدة من قدميه فوق رأس واحد من الأفراد المهزومين ويرفعها قليلا حين يلقون إليهم بقطعة من الخبز. وأقيمت التماثيل الضخمة للأمير في الميادين والشوارع وفي حدائق قصوره وأبائها، بل وتصدرت قاعات الكنائس وارتفعت بعض الأصوات تقول يا سمو الأمير أنت كبير لكن الله أكبر. رد الأمير علي إذن أن أعلن عليه الحرب. أصدر الأمير أوامره بأن تبنى له سفينة ضخمة يصعد بها إلى السماء، وكانت السفينة ملونة زاهية كأنما هي زيل طاووس، رفعه تحت ضياء الشمس لتنبهر به العيون. وكانت هناك فتحات عديدة في جدران السفينة، وكل فتحة منها تطل مدفع تنطلق منها قذائف صاروخية رهيبة متتالية متتابعة، وما أن تتوقف لحظة حتى يعودون ملأها بالسخيرة من جديد من أجل أن تتواصل طلقاتها المدوية. وقد وضعت مئات النسور من النسور والصقور في مقدمة السفينة، وقد طارت بها وارتفعت في اتجاه الشمس إلى أن ابتعدت عن كوكب الأرض الذي أصبح يبدو صغيرا صغيرا، وقد انبسطت من فوقه التلال والجبال وكسته الأشجار باللون الأخضر، وظهرت الأرض وكأنما هي مجرد خريطة منبسطة سرعان ما راحت تختفي من وراء ضباب كثير وسحب داكنة. ومضت السفينة تعلو تصعد وتصعد. عند ذلك بعث الله واحدا فقط لا أكثر من ملائكته، وساعتها انطلقت القذائف من السفينة وانهمرت كأنها المطر، غير أنها تساقطت كلها دون أن تمس الملاك أو أجنحته البيضاء اللامعة. لكن قطرة واحدة من الدم
قطرة واحدة لا غير انبثقت من طرف ريشة من جناحه وسقطت من فوق على السفينة التي عليها الأمير، وإذا بالنيران تشتعل فيها وتصبح كرة من لهب أحمر في فضاء الله الواسع. كانت هذه القطرة كأنما تزن عشرات الآلاف من الأطنان من الحديد الصلب، وراحت نفسها في سرعة رهيبة واحترقت أجنحة الصخور، وراحت الرياح تبعث بالسفينة وتلعب بها، وقد أحاطت السحب الكثيفة بقطعة النار الهابطة الهاوية إلى أراضي تلك البلدان التي سبق أن غزاها الأمير واحتلها، وإلى المدن الجريحة التي اجتاحتها جنود القصاء الظلمة. كانت السفينة تبدو كرة من لهب قذف بها تنين ضخم واندلعت في الأفق نيرانه. علي إذن أن أعلن علي الحرب. كانت هذه عبارة الأمير الذي صور له وهمه أنه باستطاعته أن يتحدى الإرادة الإلهية بملايين من البعوض الضئيل الصغير يطن في أذنيه ويلسع جزته، ولم يتبقى من جلده ملي متر واحد إلا وفيه ألف شكة، وبالذات في وجهه وعينيه ويديه. فحاول أن يخرج سيفه من غمده ليقاتله بها، وكان المنظر يدعو إلى الضحك. أمير يقاتل الناموس بسيفه ما كان باستطاعته أن يمس بعوضة واحدة بسيفه، وصرخ في جنده يأمرهم بأن يأتي إليه بسجاد يلفون به جسمه ليتقي اللسعات المرعبات. استجاب الجند وجاءوا بالسجادة، إلا أن بعوضة واحدة واقفة عند طرف منها دخلت إلى أذنه وراحت تطن محدثة دويا عاليا كأنها انفجارات القنابل، وراحت تلسعه وتوخزه وهو يطلق صرخاته العالية والسم يسري من لدغتها اللاذعة إلى رأسه التي تلفه، وراح يمزقها في جنون، والجند ينظرون إليه قائلين هل نسوا أنه قد سبق أن فقد عقله من قبل، وهو يتصور نفسه قادرا على أن على تحدي قدرة الله. هو الآن غير قادر على مواجهة بعوضة. ملاحظة صغيرة: من الواضح أن أندرسون تأثر في هذه القصة بما رواته القصص السماوية عن نمرود وسيدنا إبراهيم عليه السلام. تجدون قصة شبيهة تحت عنوان سفينة الفضاء في سلسلة حياة إبراهيم في 10 قصص. كنا مع كتاب أندرسون قصة الأمير الشرير.